الماجنتايزنج سيركت والايرون لوسز. التيست الثاني انه اني بدل ما اترك السكندري سيركت اوبن سيركت شو اسوي لها؟ اسوي لها شورت سيركت، اوصل الطرفين بشورت سيركت بحيث يكون الفي اوت راح يكون عندي راح يكون زيرو، ما عندي بي اوت. فشو اسوي؟ اربط نفس الشيء التيست مالتي هسه بالشورت سيركت راح استخدمه بالهاي فولتج سايد، ما استخدمه باللو. وش اقصد بالتيست؟ يعني الاجهزه والسبلاي راح اوصلهم للهاي فولتج مو الشورت سيركت. اكو بعض المصادر يقصد من يقول لك اني راح اسوي التيست يعني يقصد الشورت سيركت راح اسويه، راح يكون مفهوم بالعكس. اذا اقصد على الشورت سيركت يعني باللو فولتج سايد، بس لا احنا راح نستخدم مفهوم التيست يعني الجهه اللي راح اربطها للسبلاي هي اللي راح اسوي بها التيست او اربط بها الاجهزه، هي راح تكون بالهاي فولتج سايد. اربط اميتر وفولت ميتر وواط ميتر، وهنا شو احتاج؟ احتاج الى اوتو ترانسفورمر للطين للصفر. ليش؟ لان انا طالما مسوي شورت سيركت اذا اوصل الترانسفورمر للريتد فولتج مالتها ايش راح يكون عندي؟ راح تحترق الترانسفورمر، راح يمر عندي كرنت كلش عالي بالسكندري وكرنت كلش عالي، لان شورت سيركت تعرفون الشورت سيركت هو حاله خطا باي جهاز. اذا كان يعطيني قدره كهربائيه، اذا اسوي عليه شورت سيركت راح يعطيني كرنت كلش عالي راح يحترق هذا الجهاز. فاني لما نسوي شورت سيركت على الاوتبوت لازم الانبوت شنو؟ استخدم بها اوتو ترانسفورمر اعطيها بها فولتيه قليله من الصفر، ابدي شويه شويه ازيد بالاوتو ترانسفورمر الى قيمه كلش قليله. فازيد بهاي الترانسفورمر الاوتو ترانسفورمر بالفي انبوت بتدريج كلش قليل على كيفي، وعيني وين يكون؟ اباوع الاحظ قراءه الاميتر، راح اشوف قراءه الاميتر راح تبي تصعد بسرعه، زين يمر عندي كرنت عالي ازيد بالفولتيه حتى توصل قراءة الاميتر الى ريتد كرنت. انا اعرف انه ايش قد عندي ريتد بالانبوت، هي الترانسفورمر من اشتريها ايش يعطيك؟ يعطيك الكي في اي ريتد مالتها ويعطيك الكرنت او يعطيك الترانسفورمر ريشيو مال الفولتج. فطالما عندك الكي في اي وعندك الترانسفورميشن ريشيو يعني ايش قد فولت انبوت ايش قد فولت اوتبوت، فتقسم الكي في اي على الفولتيه راح يعطيك الريتد كرنت، فتعرف هنا ايش قد يتحمل هاي الوايندنج. هاي الوايندنج شو تتحمل كرنت، فتشوف الاميتر تزيد بالفولتيه على كيفك شويه شويه. بعد ما حصلت على الريتد كرنت اتوقف على الفولتيه بعد ما ازيد الفولتيه واسجل القراءات مال اجهزه مالتي، اسجل قراءه الفولت ميتر، راح اسجل قراءه الواط ميتر واسجل قراءه الاميتر. طبعا قراءه الاميتر راح تكون هي بالريتد كرنت، والفولتيه راح تكون هي مو بالريتد، راح تكون قراءتها قليله جدا. بالاوبن سيركت تيست بالعكس كان عندي قراءه الفولت ميتر هي الريتد فولتج، وقراءه الاميتر هي مو قيمه الريتد، لان نو لود راح يعطيني قراءه قليله هي عباره عن النو لود كرنت. هنا بالعكس الاميتر هو راح يعطيني الريتد كرنت والفولتيه، راح يعطيني قراءه قليله جدا اسميها الشورت سيركت فولتج. وبعد ما اسجلها راح استفاد من ادهم في حساب البارامتر مال برايمري وايندنج والسكندري وايندنج. هسه هذا الشورت سيركت بعد ما سويناه على الترانسفورمر، اذا ارجع للايكوفالنت سيركت مالتي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دائره السكندري الايكوفالنت سيركت مال سكندري وايندنج تصير على التوازي ويا دائره الماجنتايزنج سيركت. طبعا قيمه الممانعه مال وايندنج تكون اقل بكثير من قيمه الممانعه مال الماجنتايزنج سيركت. هاي الماجنتايزنج سيركت هي ممانعتها كبيره جدا مقارنه بالبرايمري ومقارنه بالسكندري. ممانعه البرايمري والسكندري تقريبا متقاربه بالايكوفالنت سيركت، بس بالحقيقه لا تكون مختلفه، بس بالايكوفالنت سيركت تكون تقريبا متقاربه هاي الممانعتين وتكون صغيره جدا، اما هذا تكون ممانعته تكون ممانعه كبيره. هسه صار عندي هذا البرانش على التوازي ويا من؟ ويا الماجنتايزنج سيركت. اذا عندي اني مبادئ الهندسه الكهربائيه عندي ممانعه صغيره على التوازي ومعاناه كبيره، شو يساوي النتيجه؟ تساوي هي النتيجه مال التوازي مالتهم تكون قريبه جدا من الصغيره. يعني اذا عندي هنا 10 اوم على التوازي ويا 1000 اوم،
الناتج راح يكون قريب من العشرة، شوية أقل من العشرة، يعني تسعة وشوية. فإذا أنا أستنتج أنه أنا أقدر أهمل هاي الموانع الكبيرة وأبقي شنو فقط الموانع الصغيرة عندي بالدائرة، فراح ما راح تأثر عندي هذا التقريب أو هذا approximation، ما راح يأثر لي على النتائج اللي أنا راح أستحصلها. فإذا ألغيت هذا البرانش راح تبقى عندي، تبقى بالدائرة عندي موانعة البرايمري زائد موانعة السكندري. فإذا كانت مثل ما هاي عندي referred to primary، فراح تكون المقاومة هي مقاومة الـ RO1، التوتال ريزيستنس مالتي بالبرايمري زائد السكندري، وهذه الليكج اندكتنس مالتي او الليكج رياكتنس مالتي راح تكون هي الاكس او 1 هي المكافئه. من خلال هاي القراءات الثلاثه للاجهزه مالتي الواتميتر والفولتميتر والاميتر راح اقدر اني احصل على كل البارامتر مال البرايمري وايندنج والسكندري وايندنج. اول شيء احصله من قراءة الواتميتر هو الكوبر لوسز. قراءة الواتميتر راح تمثل لي الكوبر لوسز اللي راح اخسرها اني داخل الترانسفورمر. ليش؟ لان يصير عندي بي ان بس بي اوت ماكو. طالما ما عندي بي اوت اذا البي ان هاي دا تدخل عندي بالترانسفورمر هي كلها لوسز. طالما انا لغيت البرانش مال الماجنتايزنج سيركت اذا ما بقى عندي هنا بس مقاومة الوايندنج، اذا كل الباور اللي تدخل عندي بالشورت سيركت تيست هي اللي تمثل لي الكوبر لوسز، اي انه قراءة الواتميتر هي راح تمثل لي الكوبر لوسز اللي انا دا اخسرها بالوايندنج. هاي اول شيء حصلت عليه. من خلال هذا الكبر لوسز شو تساوي لي؟ تساوي لي اي سكوير ار 1 زائد اي 1 سكوير في ار 2 داش، او تساوي الاي اي 1 سكوير في الار او 1. فالار او 1 اقدر احصلها بكل بساطه اللي هي المقاومه المكافئه للبرايمري والسكندري، تساوي الكبر لوسز او قراءه الوات ميتر على قراءه الاميتر سكوير. هسه الشورت سيركت فولتج اللي دا تدخل الترانسفورمر اذا قسمها على الكرنت اللي دا يدخل عندي راح يعطيني الموانع الكليه. الموانع الكليه اللي هي زد او 1 هي عباره عن ريزيستيف زائد رياكتنس، تساوي لي البي شورت سيركت على التيار اي 1 اللي هو تيار الريتد. ومن خلال الزد او 1 والار او 1 اقدر اطلع الاكس او 1، تساوي تحت الجذر زد او 1 سكوير ناقص ار او 1 اللي هي التوتال اكوفلنت رياكتنس مال البرايمري وايندنج والسكندري وايندنج. الباور فاكتور مال الدائرة مالتي شو يساوي مال شورت سيركت باور فاكتور، هذا مو مال لود وانما هي الشورت سيركت الباور فاكتور مال وايندنج يساوي الكوبر لوسز على الفي شورت سيركت في تيار او قراءة الوات ميتر على قراءة الفولت ميتر في قراءة الاميتر. طبعا سؤال مهم يكرر دائما تواجهوه انه ليش اني سويت الاوبن سيركت تيست على الهاي اللو فولتج وسويت الشورت سيركت تيست على الهاي فولتج. طبعا الاوبن سيركت تيست سويته على اللو فولتج، احنا عندنا سببين مهمه. سبب واحد قلنا انه الفولتير راح استخدمها راح تكون قليله بالتيست، ما تكون كبيره، يعني اذا استخدمها على الهاي فولتج راح استخدم لازم استخدم هنا الهاي فولتج، فراح احتاج فولتيه قليله بالتيست، وهذا كلش ادفانتج كلش مهم عندي اني استخدم انا فولتيات قليله. والسبب الثاني انه انا استخدم النولو تيست باللو فولتج ان حتى التقريب مالتي شو يكون اكثر منطقيا. ليش؟ لان احنا سوينا هسه من قربنا هملنا مقاومه البرايمري وايندنج، فصار عندي النتائج طبعا نتائج مو حقيقيه، نتائج تقريبيه. هسه هنا اني مقاومه البرايمري مقارنة بمقاومة السكندري شو تكون؟ إذا كانت هذا اللو فولتج سايد وهذا الهاي فولتج سايد راح تكون هذا هواي أقل من هذا حسب نسبة التحويل. يعني هذه إذا أنا عندي نسبة التحويل من 100 فولت تتحول لي إلى 1000 فولت، يعني الكي مالتي شو تكون؟ تكون 10. إذا ممانعة السكندري تكون 10 مرات الحقيقية مو بالإكوفلنت سيركت، تكون 10 مرات أكبر تقريبا من ممانعة البرايمري. فهسه اذا اهمل ممانعة صغيرة النتائج راح تكون اكثر مقبولية مما اني اهمل ممانعة كبيرة. يعني لو مسوي التيست اني بالهاي فولتج ومن انا عندي ار 2 اكس 2 فش راح اهمل يعني ممانعة كبيرة بدل ما اهمل ممانعة صغيرة. فمثلا اذا اخذ بالارقام هاي عندي 1000 زين والبرايمري وايندينج كانت 10 اوم،
هاي قلنا 10 مرات اكبر من العدد، ايش راح يكون مثلا ممانعتها؟ 100 اوم. فاذا اهمل 10 مقارنه بالف، اهمال يكون اقرب الى الواقع مما لو اهمل 100 اوم مقارنه بالف. يعني هاي بالمية تمثل 10% من عدها، اما العشرة اوم تمثل 1% من عدها. فاذا اهمل ممانعه صغيره يكون التقريب مالتي اكثر منطقي واقرب الى القيمه الحقيقيه مما اهمل ممانعه كبيره. فايش راح يكون عندي اذا سبب انه انا استخدم اللو فولتج؟ حتى التقريب مالتي يكون، اول شيء التقريب مالتي يكون منطقي وقريب للواقع، واثنين حتى استخدم فولتيات قليله بالتيست مالتي ما يسبب لي مشاكل عمليه. بالعكس الشورت سيركت تيست ايش راح يكون؟ راح يكون انه اني اول شيء التقريب مالتي ايش راح يكون؟ راح اهمل همنا ممانعه الماجنتايزنج سيركت، لانه هاي ممانعه صغيره قلنا. فاذا كل ما يكون هاي الممانعه الاصغر، كل ما كان حيكون عندي التقريب مالتي يكون اكثر منطقي. يعني اذا هنا أنا استخدم الهاي فولتج سايد، بالعكس يعني اخلي الاجهزه اربطها لللو فولتج، والهاي فولتج اسوي له شورت سيركت، يعني هاي الممانعه راح تكون كبيره، راح يكون التقريب بعيد عن الواقع. بس اذا لا اللو فولتج سايد هو سويت عليه شورت سيركت، راح اضمن انه الممانعه هاي مالتي راح تكون هي اصغر ما يمكن. فلما اسوي تقريب واهمل هذا، والتقريب مالتي راح يكون قريب الى الحقيقه. والسبب الثاني انه اني دا اسوي شورت سيركت هنا، طالما دا اسوي شورت سيركت فراح يمر عندي كرنت عالي او ريتد كرنت. فاذا دا استخدم الهاي فولتج سايد، الهاي فولتج سايد هو لو كرنت، فالكرنت اللي راح يمر عندي هنا بالبرايمري هو الريتد كرنت اللي راح يكون شو يكون؟ يكون قليل مقارنة بالكرنت اللي راح يمر عندي وين؟ بالسكندري. هنا راح طالما هو لو فولتج اذا هاي كرنت، وهنا طالما هاي فولتج اذا هنا ايش عندي؟ عندي لو كرنت. فانا التيارات اللي راح تمر عندي اثناء التيست راح تكون تيارات قليله، فما راح تسبب مشاكل. احنا التيار العالي ومثل الفولتي العالي بالضبط، التيار العالي يحتاج لاجهزه كبيره وتتحمل هذه القدرات العاليه او التيارات العاليه، فنحتاج اجهزه طبعا تكون باهظه الثمن. كل ما يكون التيار عندي عالي او الفولتيه تكون عندي عاليه، الاجهزه اللي راح استخدمها تكون اجهزه غاليه وذات تقنيه عاليه. بس لا، الفولتيات القليله والتيارات القليله الاجهزه مالتها تكون متوفره بالسوق. فبالشورت سيركت تيست الكرنت اللي راح يمر عندي هنا بالبرايمري، طبعا الفولتج ما عندي مشكله بيه لان قلنا احنا الفولتيه كلش قليله 15 الى 20 فولت يعني بهالحدود، فما عندي مشكله بالفولت ميتر. بس المشكله راح تكون وين؟ بالواط ميتر وبالاميتر. فلازم انا احرص انه الكرنت اللي راح يمر بي ما يكون يمر بهم ما يكون كرنت عالي. فشلون اضمن انه الكرنت اللي راح يمر راح يكون ما يكون عالي؟ راح عن طريق انه اربطهم على الهاي فولتج سايد، لان الكرنت مالته اقل من اللو فولتج سايد. فالسببين اللي راح ايضا اللي استخدم به الهاي فولتج سايد للشورت سيركت تيست، انه التقريب مالتي حتى يكون اقرب الى الواقع، واثنين حتى الاجهزه مالتي يكون الريتد مالتها قليل وتتحمل التيارات اللي راح تمر عندي اثناء التيست. الافشنسي اوف ترانسفورمر فروم ذا الاوبن سيركت تيست او الشورت سيركت. ورا ما سوينا التيست الافشنسي هسه بكل بساطه اني ايش اقدر احسبها. احنا ايش قلنا؟ الترانسفورمر من اشتريها شو يعطيك بيها؟ يعطيك الريتد كي في اي، راح يعطيك الريتد كي في اي ويعطيك ترانسفورميشن ريشيو فقط. فانت من هاي التيستين ايش حصلنا؟ احنا من التيستين حصلنا الايرون لوسز اللي هي من الاوبن سيركت تيست، وحصلنا الكفر لوسز من الشورت سيركت تيست. مطيني هو الريتد كي في اي، شو يبقى عندي حتى احصل افشنسي؟ يبقى عندي الباور فاكتور. انا اعرف ايش قد راح استخدم باور فاكتور، انا السايت مالتي راح اشغل بيه ترانسفورمر عندي باور فاكتور تقريبا لازم يكون عندي، انا حاسبه شو قد عندي باور فاكتور تقريبي. فاخلي الفول لود كي في اي في الباور فاكتور ايش راح يعطيني؟ يعطيني فول لود اوتبوت باور. نفسه الفول لود كي في اي في الباور فاكتور يعطيني اوتبوت باور فاكتور، اجمع ويا الايرونز والكفر لوسز واقسم واحد على الثاني راح يعطيني الفول لود افشنسي. بكل سهوله هسه اني
حقدر احسب الترانسفورمر اللي اريد اني استخدمها، اقدر احسب الافشنسي مالتها. هسه اكو معيار ثاني شامل انه ان الافشنسي قلت تتغير ويا اللود، واللود انا ايش راح استخدم له؟ استخدم له المعيار اكس، انه انا هذا اللود ايش قد راح يمثل لي من الفول لود، هل هو 90% 80% او 70% 50% من الفول لود. اذا تتذكرون في بعض مسائل الجنريتر والموتور والدي سي موتور شت اجيب لكم اني احسب لي الافشنسي عند 75% من الفول لود. اذا تتذكرون كنا حتى نحسب هذا المطلب كنت احتاج ان اعيد حساب المسألة من البداية، احسب تيارات جديدة واحسب انديوس ام اف جديد واحسب بي او جديد واحسب لوسز جديد واحسب بي ان جديد واطلع الافشنسي. هسه هاي المعادلة هي جنرال اكويجن المن راح تصير عندي للافشنسي. شو تمثل لي؟ تمثل لي الافشنسي مال ترانسفورمر عد اي باور فاكتور وعد اي لود. شو تساوي؟ تساوي لي اكس هو الفراكشن اوف لود اللي النسبه المئويه لللود اللي انا راح استخدمه 90%. طبعا ما اخلي هنا 90، اخلي 0.9 مثلا. اذا اقول لك انا راح اريد الافشنسي ات 90% من الفول لود او 50% من الفول لود، فشو تخلي هنا بدل 50 وال90 تخلي 0.9 او تخلي 0.5. فالاكس هو يمثل لي النسبه المئويه لللود اللي انا راح استخدمه او الفراكشن لللود اللي راح استخدمه من الفول لود، هل هو 0.5 0.75 0.9 حسب اللي اني راح اطلبه من عندك. اضربه في الفول لود كي في اي اللي اني اعطيك اياه وراح اصله بالترانسفورمر من اشتريها، في الباور فاكتور راح اشتغل بيه راح شرح يعطيني البي اوت ات سيرتن لود او حد هذا الحمل، مو ات فول لود، راح يعطيني البي اوت عند هذا الحمل. اذا تتذكرون اذا خفضنا الحمل الى بمقدار معين بفراكشن معين الكبر لوسز الايرون لوسز راح تظل ثابته ما تتغير، لان هي قلنا ثابته، بس الكبر لوسز راح تتغير بمربع هذا الفراكشن، شرحناها سابقا، لانه الكبر لوس تناسب يوم مربع التيار، فالتيار اذا نزل باكس فالكبر لوس راح تنزل مقدار اكس سكوير. فراح يصير عندي هاي المعادله هي معادله الافشنسي، تكون معادله شامله جنرال اكويجن الافشنسي مع ترانسفورمر at any power factor at any load. نسبته طبعا اعطيك اياه الاني لود، اعطيك اياه نسبته الى الفول لود كي في اي. اذا كان هو دا يشتغل بهذا الفاكتور اكس فراح يتغير عندك الاكس سكوير، الكبر لوسز راح يتغير مقدار اكس سكوير والايرون لوسز راح يظل ثابت. فهذا المعادله تحفظوها، راح تستفادوا من عندها بشكل كلش كبير، بدل ما تعيد المساله من جديد وتحسب كل الباورات والتيارات والفولتيات واللوسز تحسبها من جديد، راح مجرد انه تخلي الاكس هنا بالبسط وبالمقام، وهنا تخلي اكس سكوير وتخلي الباور فاكتور هنا اذا تغير عندك، يعني انا اعطيك المساله باور فاكتور وبعدين اقول لك احسب لي الافشنسي باور فاكتور ثاني، اذا تغير عندي الباور فاكتور ايش راح يصير بالافشنسي؟ مجرد هنا تخلي الباور فاكتور الجديد راح تطلع عندك، وتبقى هاي القيم هي القيم المحسوبه ات ريتد او ات فول لود اللي هي الكبر لوسز والايرون لوسز، وتصير المعادله بهذا الشكل. فراح تعطيك حساب كلش بسيط للترانسفورمر ات اني لود وات اني باور فاكتور. ان شاء الله تكون المحاضره سهله وواضحه. شكرا جزيلا.